طبعا في ظل تطور التكنولوجي السريع والاهتمام المتزايد بمجالات الذكاء الاصطناعي، أصبحت كلية الذكاء الاصطناعي من بين الكليات الأكثر جذبا للطلاب في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد الإقبال على الكليات دي، بعض الناس بتسأل عن مستقبل الدراسة فيها وكمان الفرص اللي بتوفرها في سوق العمل. صحيح، مش بس متطلبات سوق العمل، كمان فكرة الابتكار وتدريب الدماغ على التحديات اللي بتفرض نفسها على عالمنا من عالم للتحول الرقمي. هنتعرف عليها بشكل أكثر تفصيل من خلال الكليات والمعاهد التدريبية اللي بتقدم لنا المواد المؤهلة للذكاء الاصطناعي والمهارات المختلفة فيها، مع دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على حضرتك وعلى مشاهدين الكرام جميعا، أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتور. عايزين نتعرف من حضرتك على المواد اللي بتأهل بيها الكلية، كلية الذكاء الاصطناعي، الطالب لسوق العمل. هي كلية الذكاء الاصطناعي كليات طبعا زي ما حضرتك عارفة انها حديثة في مصر، اقدم واحدة فيهم عمرها يصل لاربع سنوات. الكليات دي لما نشأت عشان تبدأ تاخد ان في علوم حديثة نشأت في الفترة دي، كانت محتاجة كليات تبدأ تديها لشبابنا، لان هو ده بقى الجديد اللي متطلبه سوق العمل دلوقتي. الكليات دي جمعت ما بين مواد هندسية ومواد حوسبية، يعني مواد برمجة، بس المواد البرمجة اللي موجودة فيها مواد تمت البرمجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وليست البرمجة التقليدية، ومواد الهندسية برضو مواد متعلقة بما استجد من ما يسمى حساسات وسنسورز وأدوات تحكم جديدة برضو يستلزمها الذكاء الاصطناعي، أمثلة ما يستخدم في الروبوتات وما يستخدم في إنترنت الأشياء والمسميات الحديثة الجديدة دي. فالطالب بقى معرض لمحتويين، معرض لمحتوى هندسي ومحتوى برمجي الاثنين مع بعض، وده جه قوة الكليات دي وضرورة نشأة الكليات دي، لأن ده بقى المتطلب الموجود دلوقتي في سوق العمل. تمام. طب معلش تحديدا قبل ما محمد، طبعا عنده أكيد استفسارات كتيرة حول الموضوع، لازم تبقى من الشعبة العلمية؟ هي ممكن تكون من الشعبة العلمية وممكن تكون من الشعبة الرياضية. الشعبة العلمية فقط لا غير، احنا بنيجي عندهم مادة فقط لا غير، هي الفرق في دراسة ثانوية، بناخد الأجزاء من المادة دي، هي مادة الرياضيات، بناخد الأجزاء اللي تهمنا وبنديها للطالب قبل الالتحاق بعام الدراسي الأول، يعني بالتالي بيتساوى الطالبين من علم علوم أو علم رياضة والاثنين ممكن يلتحقوا بالكلية. طيب عظيم جدا دكتور. هل في أي نوع من أنواع التنسيق ما بينكم ما بين كلية طب، كلية صيدلة، كلية هندسة، باقي الكليات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ هل في برامج تدريبية مثلا؟ والله يا أستاذ محمد، سؤال حضرتك ده سؤال راقي جدا جدا جدا. يعني ليه بقى؟ لأن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كده وهو لوحده هو يعني قيمته بتقل جدا، لأن هو قيمته في تطبيقه. تمام. فأنا النهارده لما أتكلم على إن أنا عايز أطبق ذكاء اصطناعي في الطب، فده بالفعل حدث. إحنا دلوقتي داخل نفس الجامعة استحدثت مقررات للذكاء الاصطناعي درست بالفعل لطلاب كلية الطب. يعني ده مش حاجة احنا بنفكر فيها، ده حاجة تمت بالفعل. وعلى المستوى البحثي كمان التعاون كان أكتر. ليه دلوقتي؟ لأن كل الأبحاث على مستوى العالم خلال الفترة اللي فاتت في ست سنوات على منصات الأبحاث، كمية الأبحاث اللي تم إدخال الذكاء الاصطناعي عليها تعادل 64% من كمية الأبحاث اللي بتتولد على سطح الأرض. يعني حضرتك متخيل ان النهارده لو في عدد 100 بحث كانوا بيتعملوا، 64 منهم دخل فيهم الذكاء الاصطناعي بصفه ان هو المحرك الاساسي اللي بيغير شكل الدنيا في الطب وفي الصيدله. تصنيع الدواء اتغير تماما بالذكاء الاصطناعي، الزراعه اتغيرت تماما بالذكاء الاصطناعي، كل المجالات بقى فيها شكل جديد جدا بعد ادخال الذكاء الاصطناعي عليها. طيب دكتور، ايه عدد سنين الدراسه وتقريبا متوسط المجاميع اللي بتقبلها الكليه قد ايه؟ هو الكليه اربع سنوات، لكن هي الاربع سنوات بتوعها اربع سنوات عدد الساعات الدراسيه فيهم اعلى شويه من الكليات الاخرى، يعني هي بتوصل ل 146 ساعه، في حين الكليات الاخرى ممكن بتتوسط ل 130 ساعه، فعدد الساعات عندنا اعلى شويه. الكلية فيها أربع أقسام. الأقسام لو حضراتكم تسمحوا لي بسردهم عشان يبقى الناس عندها فكرة برضو متقدمين على إيه.
الماشين انتليجنس او ذكاء الاله، ودي بقى البرمجه الذكيه بقى اللي هي فيها كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وصلبه، من تعلم الاله والاسماء والذكاء الاصطناعي التوليدي والاسماء اللي حضراتكم بتسمعوها الدرجه يوميا دي. القسم الثاني قسم علوم البيانات، وهو المعني بازاي كميات البيانات الضخمه اللي بتتولد على الارض كل ثانيه دي يتم التعامل معاها بالذكاء الاصطناعي لتحويلها من بيانات لمعلومات ومن معلومات لنولج او معرفه، يعني لان هي دي اللي بتتباع، المعلومات والمعرفه هم اللي بيتباعوا، هم دي قيمه الشركات السوقيه اللي موجوده على الارض، من فيسبوك من اكس من انستا من جوجل، كل دول راس مالهم هي النولج او المعرفه والبيانات، وبالتالي القسم ده معني كده. القسم الثالث طبعا قسم السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني، وحدثي ولا حرج، صحيح ده مهم جدا، حاجه مطلوبه عالميا وفيها نقص داخل مصر وخارج مصر في الوظائف بشده. يعني النهارده الناس مستعجله ان الناس عندنا تتخرج لاول مره السنه الجايه، لان في حاجه شديده جدا لهم في سوق العمل. القسم الرابع وهو قسم النظم الهندسيه الذكيه، او ما يتعلق ما بين الروبوتات اللي على خطوط الانتاج والذكاء الاصطناعي، نماذج اداره الصناعه بالذكاء الاصطناعي، الانظمه اللي داخله جوه العربيات وجوه الاجهزه بالذكاء الاصطناعي، ده اللي بيسمى بالميكاترونكس. لا، الميكاترونكس قسم مختلف. الميكاترونكس قسم ازاي عفوا اتحكم في الاجزاء الميكانيكيه باستخدام دوائر الكترونيه، او دلوقتي استبدلت بدوائر برمجيه. اما ده في لسه برمجه عاديه، برمجه كلاسيكيه. اما الاجزاء اللي انا بتكلم عنها فخرجت عن نطاق البرمجه الكلاسيكيه للتصرف الذاتي للالات. طيب. الالات بقى تتصرف لوحدها. جميل جدا دكتور، هل كل الاقسام اللي حضرتك ذكرتها بتتطلب حضور الطالب فعليا، ولا في جزء منه مثلا ممكن يكون دراسه اونلاين والباقي انه يكون موجود داخل الكليه؟ شوف حضرتك، هو دلوقتي يعني لازم برضو نبص للتعليم بالفكر الجديد بتاع العصر الجديد دلوقتي. هو دلوقتي التعليم على مستوى العالم كله رايح ناحيه ما يسمى الفصول المقلوبه. الفصول المقلوبه دي لايه؟ هو انا النهارده لو في حاجه معينه، هو طبعا الدراسه 100% حضور انا في كل الكليات العمليه في مصر. لكن انا بتكلم بصفه عامه، ان ليه ما يبقاش في المرونه ان انا النهارده لو عندي اجزاء نظريه القاها داخل قاعه المحاضرات زي القاها خارج قاعه المحاضرات، واخلي وقت الطالب اللي موجود عندي كله لحمه واحده للعملي وللاكتيفيتيز وللمسابقات وللبروجكتس. البروجكتس والكابستنز والحاجات دي طرق تعليم قويه جدا جدا جدا، لا تقل اهميه عن القاء الماده العلميه. فبالتالي المرونه دي موجوده في كل مكان من الاماكن الجديده اللي بداوا شافوا الشكل الجديد ده مع العلوم الجديده اللي شكلت في تشكيل التعليم في مصر. طيب، هل الدراسة داخل سنوات الكلية كافية، ولا كمان الطالب لازم بشكل متوازي ياخد كورسات في نفس المجال يقوي بيه اللي تخصص فيه داخل الكلية؟ بصي يا أستاذة هبة، يعني حضرتك يعني مسكتي وتر حساس قوي. الطالب ساعات بيبقى منتظر ان الكلية هتديله 100% من الشق النظري والتعليمي والتدريبي، و100% من الشق المهني، ومفيش كلية على سطح الأرض تقدر تعمل ده. فلازم جنب كل ده في جزء مهني بيبقى مناظر للمهارات اللي عايزاها سوق العمل مباشره بره. بس هو في حاجه بقى جميله احنا عاملينها، احنا ليه ننتظر ان ده يحصل بعد تخرج الطالب؟ ده الغلط بعينه لو تم. بمعنى انا اول ملتقى توظيف عملته والطلبه عندي في سنه اولى، وما كانش عندي في الكليه كلها غير سنه اولى بس، يعني ما كانش في فرق دراسيه اعلى من اولى. جبت كل الاطراف اللي موجوده ممكن تكون موجوده في مصر. انا عندي طالب هيدرس المقررات دي لحد ما يتخرج. ايه اللي ناقصه وحضراتكم محتاجينه نبدا ندربه عليه في العطلات الصيفيه. وده اللي تم بالظبط بالتعاون مع وزاره الاتصالات وجهاتها اللي الدوله عاملاها ان تي اي او مركز القومي، المعهد القومي للاتصالات والمعهد القومي للتدريب، ان الدوله عاملاهم والتدريب فيهم مجاني تماما 100%. بدأنا نكمل الأجزاء المهنية اللي موجودة. بقى الطالب دلوقتي متخرج مؤهل من ناحيتين، وبقى سوق العمل مستنيه مباشرة وجاهز في نفس الوقت. صحيح بالضبط، وطبقا لمتطلبات اللي سوق العمل طالبها مش أنا اللي طالبها. فالتعاون التام ما بين الجهات، ما بين القطاع الخاص وما بين جهات الدولة التدريبية وما بين الجهات التعليمية بينشئ مخرج محترم راقي.
طيب نصيحة حضرتك يا دكتور أسامة دلوقتي، خصوصا ان احنا في مرحلة انتقالية بالنسبة للطلبة، الناس دلوقتي خلصوا الثانوية العامة وداخلين كليات، نصيحة لحضرتك من واقع اللي شفته خلال السنوات اللي فاتت من الإقبال على الكلية. بص يا استاذ محمد، انا تقريبا من اول ما بيجي الموسم ده كل سنة اللي هو نهاية الثانوية العامة، انا يمكن بتلقى مثلا في اليوم من 50 ل 60 اتصال تليفوني، لان حضرتك عارف اولياء الامور كلهم بيبقوا في حالة توتر، هم وابنائهم كمان في الفتره دي. انا بنصح نصيحه وجها لسؤال حضرتك يعني كالاتي: اولا الاجيال الجديده دلوقتي اجيال واعيه جدا عن اجيالنا احنا كمان، والاجيال الجديده دي دلوقتي انا عايز اولياء الامور يدوهم فرصه للتغذيه الذهنيه. يعني ايه؟ يعني خلي ابنك يشوف كل حاجه في الدنيا، اللي هو حبه واللي هو مش حبه، اللي هو بيفكر فيه بنسبه 100% واللي بيفكر فيه بنسبه 50%. خليه يعرف كل دول، خليه ينزل لو عايز يزور الكليات اللي جنبه، لان دلوقتي بعد ما مجموعه طلع بقى محصور في اربع خمس كليات ما فيش غيرهم. يبص عليهم، يسال، يبص هيدرس ايه فيهم، وبعد كل ده اديله معايير يختار ازاي الكليه. هل سوق العمل؟ هل الوظيفه؟ هل قدراته؟ هل وقته؟ هل لوضعه كان ايه في الدراسه قبل كده؟ علمه ازاي ياخد قرار وبشكل كويس، ولما تعلمه ده كسبت انه عرف ياخد قرار ازاي، كسبت انه هو واخد القرار بارادته فهيحبه وهيقدر يدافع عنه وهيتبناه. ففي حاجات مهمه قوي، والدعم احنا في الكليات ما بنأخرش، اللي بيخبط على باب بيتنا بنرد عليه ونقول له تعالى اتفضل نشرح لك كل حاجه في الكليه. تمام. ولو في فرصه مفتوح كمان يا دكتور اسامه ان انتوا تعملوا فيديوهات مثلا تعريفيه بالكليه وباقسامها على بيتعمل سنويا يا استاذ محمد. طب ده عظيم جدا خصوصا في الفتره دي. تمام. ومش عايز اقول لحضرتك احنا بنستغرب من عدد الفيوز على الفيديوهات دي، كما لو كانت فيوز بتاعه حد بيغني ولا بيعمل، ده مؤشر مهم جدا جدا جدا. لكن تمام. ده لان ده نيت، ده حاجه عند الناس. يعني احنا الفيديوهات دي بتلبي حاجه عند الناس. لما فيديو كل اللي بنعمل فيه ان احنا بنعرف فيه برامج دراسيه في كليه ويتحط عليه 200,000 وشويه، معناه ان الناس محتاجه. ده رقم كويس طبعا، الناس تفهم ويكون في درجه عاليه من الوعي باهميه هذه الكليات في المستقبل. إقبال. شكرا لحضرتك. ده مؤشر للاقبال طبعا، ان الناس عايزه تعرف المعلومه. طبعا بكل تاكيد. شكرا جزيلا دكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه المنوفيه، شكرا لحضرتك.